أحسن الله إليكم. يقول يا فضيلة الشيخ، هل أذكار الصباح والمساء يشترط بأن تأتي عليها أو على بعضها؟ وهل يكفي آية الكرسي والمعوذتين؟ نعم، أذكار الصباح والمساء مطلوبة وهي كثيرة، وأعظمها أن تقرأ آية الكرسي، أن تقرأ بعدها ثلاث سور، سورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس. هذا من أعظم الأذكار الصباحية والمسائية. وإن جئت معها بتعوذات وأذكار أخرى فهذا شيء طيب وزيادة خير. نعم.